بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من كان 2019. زي ما قلت لحضراتكم امبارح وهقول لكم النهارده تاني، اقتربت البطوله الافريقيه، بطوله كاس الامم الافريقيه من نهايتها. ان شاء الله مباراه واحده فقط تتبقى نهايه البطوله، ان شاء الله هتبقى يوم الجمعه. بطوله ناجحه بكل المقاييس، طبعا بعيدا عن النواحي الفنيه والكلام ده كله، ولكن بطوله ناجحه بكل المقاييس من جميع النواحي فيما عدا ناحيه واحده فقط، وهي الناحيه الفنيه وخروج منتخبنا الوطني. منذ قليل كانت مباراه منتخب تونس ومنتخب نيجيريا، هقول لحضراتكم كانت النتيجه، انا كنت سايبها 1-0، معرفش انتهت المباراه ولا لا، ولكن انتهت 1-0 وفازت نيجيريا بالمركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، وتونس أيضا بتكون في المركز الرابع. وزي ما قلت لكم امبارح الحقيقة، وقلت لحضراتكم من كام يوم، المباريات دايما الثالث والرابع دي بتبقى زي مباريات ودية بالظبط، ما حدش له نفس يلعب، ما حدش له مزاج ان هو يلعب، بتبقى الطموحات عالية جدا، وبعد كده بتلاقي نفسك طموحك بقى قليل قوي، او يعني بتبقى صفر طموح الحقيقه، وبالتالي المباريات بتبقى يعني كلها وانت قاعد بتتفرج الواحد ايه يقوم يشرب يعمل كوبايه شاي، على راي الله يرحمه، الله يرحمه شيخ المعلقين كابتن محمود بكر، كان يقول لك ايه، تقوم تشرب كوبايه شاي، اللي بيشرب سجاير يشرب سيجاره، اللي مش عارف بيعمل ايه بيعمل ايه، نفس الكلام، تقوم تشرب كوبايه شاي ولا حاجه ترجع تلاقي نفس الشكل ونفس المنظر، اللعيبه واقفه في نص الملعب، ميس باس غير طبيعي، كلام كتير جدا هنتكلم عن هذه المباراة. ولكن الحقيقة خليني أتكلم مع حضراتكم في موضوع أهم. أنا شايف كل جمهور النادي الأهلي بيترقب الصفقات الشتوية أو الصفقات الصيفية، أنا آسف، للنادي الأهلي. أنا عايز أطمن حضراتكم إن كل الصفقات اللي هتيجي النادي الأهلي خلال الفترة القادمة أو اللي جت، اللي جت خلاص انتهت. أنا قلت لحضراتكم على كابتن رمضان صبحي اللي تمت مد اعارته لمده سنه، وايضا اليو ديانج اللي جه خلاص النادي الاهلي. ولكن انا بطمن حضراتكم مره اخرى، وهتعرفوا ليه انا بطمنكم دلوقتي تاني، لكن انا بطمن حضراتكم مره اخرى ان كل الصفقات اللي جايه ستلبي طموح حضراتكم. وزي ما قلت لكم قبل كده وهقول لكم تاني، ان يا جماعه بتبقى عندنا معلومات كثيره جدا ومهمه جدا خاصة بصفقات معينة أو بصفقات بعينها، لكن ما نقدرش نتكلم عنها. لو تفتكروا المرة اللي فاتت لما جيت اتكلمت معاكم قلت لكم إيه؟ قلت لكم اطمنوا، بعدها بيومين ثلاثة حصل حاجة، لقيته أليو ديانج والناس كلها كانت مبسوطة بيه، لقيته رمضان صبحي مدد إعارته والناس كانت مبسوطة بيه. كلام كتير جدا في موضوع الصفقات. لكن كل اللي أنا بقوله لحضراتكم واللي أنا عايز دايما اطمن حضراتكم من النقطه دي، وتبقوا واثقين جدا في الكلام اللي احنا بنقوله، لانه الحمد لله والشكر لله على قد ما بنقدر يعني بنحاول نقول لحضراتكم ما تقلقوش. هو ده اللي انا اقدر اقوله لكم. الصفقات اللي جايه تتناسب مع اسم النادي الاهلي اولا، تتناسب مع الطموح اللي محطوط للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، سواء دوري كاس بطوله افريقيه وكاس ودوري وكل البطولات اللي هيلعبها النادي الاهلي. وبعدين كل اللعيبه الكويسه لحضراتكم معجبين بيهم، صدقوني ماضيين في النادي الاهلي. ولكن الاختيار بيتم بقى. انا اسلام الشاطر مثلا لعيب حضراتكم مثلا يعني حضراتكم معجبين بيه. فاسلام ماضي اوريدي في الاهلي خلاص، الموضوع منتهي. مضى خلاص. فدلوقتي في اسلام الشاطر و فلان وعلان وترتان، اربع خمس اسماء اللي حضراتكم دايما بتتكلموا عنهم دول موجودين ماضيين في النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بيختار بقى بما يتناسب مع الطموح القادم للنادي الاهلي، بما يتناسب مع الجهاز الفني، بما يتناسب مع احتياجات الفريق، بما يتناسب مع حاجات كتيره جدا احنا مش بتاعتنا الحقيقه، بتاعت المشرف على الكوره كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني، هم بس اللي بيقرروا ايه اللي يحصل. لكن انا بطمنكم كويس جدا، تقلقوش، مش عايز حضراتكم تقلقوا من اي شيء، ولما بنقول لحضراتكم ما تقلقوش يبقى ما تقلقوش ان شاء الله، يعني ان شاء الله مش عايزكم تقلقوا.